طالما أن الانتخابات المبكرة كما تسميها هي ليست في مصلحة القوى السياسية التي لا علاقة لها بمصلحة الوطن، إذن هل سيد الكاظمي نفسه مضطرا أو مرغما بإلغاء الموعد استجابة لرغبات هذه القوى السياسية؟ لا، القوى السياسية استجابة للجمهور اللي هم ما يتذكروا أبدا قال يجب أن نبني على انتخابات مبكرة، وأيضا لأنهم وكثير من قادة القوى حينما يمتعضون من بعض تصرفات السيد الكاظمي يباشروه علانية أنه أنت شغلتك تسوي انتخابات مبكرة، لا تفوت بدهاليز وزوايا هي مو شغلك. طالما حصل هذا التأنيب أو التقريع سمه ما شئت، ولذلك هذا المطلب في الحقيقة سوف لن يجرؤ أحد لمعارضته، وإن عارضوه لأنه ليس في مصلحتهم، ولكن لا يجرؤ أحد أن يعلن معارضة الانتخابات المبكرة، وإذا حصلت فهي كذبة كذبوها وصدقوها وحصلت. خلال الأشهر الاثنين ثلاثة الأربعة القادمة هذه الأطراف ستدرك نعم هل أن الانتخابات المبكرة من مصلحتها أو لا، ولذلك من المبكر أن تحدد هذه الأطراف موقفا سالب أو موجب من انتخابات مبكرة، لأن أنا كما قلت لك هناك معوقات لانتخابات مبكرة، معوقات حقيقية، ولعل المعوق المالي مهم، قانون الانتخابات مهم، مفوضية مهمة، المحكمة الاتحادية. طيب المدخل، هل البرلمان جاهز لحل نفسه؟ زين، هذا هو المدخل.